حضراتكم ولكم التحية. النهاردة هنحاول كده بقدر الإمكان في الجزء الثاني من الحلقة نكون مفيدين بقدر كبير لحضراتكم بشكل عام بشكل عام، لكن أكتر لمين؟ أكتر للشباب، أكتر للي بيفكر إن هو عايز يبدأ يعتمد على نفسه ويعمل مشروع. مفيش اقتصاد بينمو في العالم أو بياخد قفزات كبيرة من غير دعم وتشجيع للمشروعات الصغيرة متناهية الصغر وأيضا المتوسطة. المشروعات دي هي اللي بتوفر فرص عمل حقيقية للشباب، هي اللي بتزود المعروض من السلع ومن المنتجات في السوق المحلي، وأحيانا كتير بنصل لمرحلة التصدير، هي اللي بتوفر فاتورة الاستيراد بشكل كبير. مهم وإحنا بنشتغل على جذب الاستثمار إحنا كمان نحاول نوسع من دايرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكمان متناهية الصغر، نفتح ليها مجالات أكتر. ده في النهاية هيقلل بشكل كبير جدا طبعا حجم البطالة، في نفس الوقت السوق يكبر ويوسع زي ما بنقول، وناس كتيرة تشتغل ويكون ليها باب رزق للشباب تعتمد على نفسها وتعتمد على مشروعاتها. المشروعات دي بتبدأ صغيرة لكن بعد كده بتكبر وبتبقى شيء عظيم جدا. النهاردة في الجزء الثاني من الحلقة عشان كده بقول لحضراتكم حاول بقدر الإمكان يا رب نكون مفيدين في هذه الفقرة، هيكون معايا وهيشرفني المهندس علاء الصادي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة. هنتكلم عن إزاي أنت تفكر مبدئيا لو أنت معاك مبلغ إزاي تستثمره، إزاي تعمل مشروع، إزاي تحاول تعمل حتى مشروع أنت ومجموعة من الأصدقاء أو مجموعة من الأصحاب في ما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتناهية الصغر. إزاي شباب يقدروا يعملوا مشروعات صغيرة ويكبروا وإيه المجالات المتاحة ليهم؟ طبيعي أنه أي حد وهو بيعمل أي دراسة جدوى أو هو بيفكر في أي فكرة عايز يعمل مشروع لازم يحط في اعتباره أنه في حالة لا قدر الله لو تعثر، طب هو إيه اللي بيحصل لو تعثر؟ لازم تبقى عندك كل الدراسة ولازم تبقى عارف أنت داخل مشروع عامل إزاي، قدراتك فيه إيه، مهاراتك فيه إيه، وهل ينفع يبقى أنت ما عندكش فكرة عن موضوع أو مشروع بس قاعد كده بتقول إيه أنا نفسي أعمل مشروع بس مش عارف أعمل إيه؟ هل هذا الجهاز مفيد بالنسبة لك؟ كل ده هنعرفه إن شاء الله، ولو في تصريح ممكن تعملها إزاي. أي أسئلة أي استفسارات لحضراتكم ابعتونا على SMS أو على صفحة البرنامج أو كلمونا على التليفون، هيكون معانا مهندس علاء الصقطي نحاول بقدر كبير قوي نحن نكون مفيدين لحضراتكم. ده الجزء الثاني من الحلقة. طيب انزل اكشف واتطمن على صحتك في أي مكان فيك يا مصر، ده شعار مبادرة 100 يوم صح. مبادرة جديدة توجيهات سيادة الرئيس السيسي ووزارة الصحة الحقيقة دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة في من ساعة ما بدأت هذه المبادرة وهو في جولات لمتابعة هذه المبادرة. النهاردة كان في اسكندرية، كان في منطقة بشائر الخير. لو انت الاول مره بتسمع عن المبادره دي، لان المبادره دي معموله لحضراتكم فبالتالي المستهدف انتوا والهدف منها تطمنوا على صحتكم، عايزين تعرفوا تفاصيل، عايزين تعرفوا الاماكن، عايزين تعرفوا ايه هي الامراض، عايزين تعرفوا الكشف بيكون ازاي، هل مطلوب منكم فلوس ولا مش مطلوب، هل في تحاليل ولا مفيش، هل في علاج بفلوس ولا لا. كل ده هتكون الاجابات حاضره حالا لحضراتكم، لانه مشرفني على التليفون دكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه. سياده الوزير مساء الخير يا فندم. مساء النور يا استاذ عز، اهلا بيك. اهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك يا فندم. النهارده حضرتك كنت في اسكندريه يا فندم وبتتابع 100 يوم صح. طبعا يعني مبادره هامه جدا سياده الرئيس تكليفه لوزاره الصحه من خلال المساهمه في تقليل الاعباء على المواطنين. حضرتك تعرف طبعا ان يعني الاعباء الخاصه بالعلاج والادويه والكشف كل دي اعباء بتكلف مبالغ كبيره جدا على غير القادر وحتى على القادر الحقيقي. ده حقيقي. النهارده يعني الدوله المصريه ومتوجهات من سياده الرئيس ان احنا نكثف المبادرات كلها اللي فاتت اللي تمت في خلال الخمس ست سنوات الماضيه
ونكسرها في 100 يوم. ده طبعا محتاج مجهود كبير جدا طبعا، استشفيات ضخمه وفرق عمل في 27 محافظه في كل قرى مصر، وايضا محتاج تكلفه ماليه كبيره جدا. لكن الحقيقه يعني سياده الرئيس وجهنا ان احنا كل الامكانيات تتحط علشان نحاول نستغل فتره الاجازات الصيفيه وفتره تواجد الولاد بره المدارس، ان احنا نكثف من كل الاجراءات اللي بنعملها علشان نصل بيها الى كل مواطن في مكانه. يعني احنا مش مستنيين حتى المواطن ان هو يتحرك ويجي لنا المستشفى او يجي لنا الوحده الصحيه، احنا بنحاول من خلال العيادات المتنقله والقوافل العلاجيه نعم نصل للاماكن اللي احنا مش عارفين نوصلها او اللي هو مش عارف يتلقى فيها الخدمه بشكل ميسر. سياده الوزير، بتشتغلوا في ال 27 محافظه بالتوازي؟ النهارده بنشتغل في كل نقطه في مصر، وعندنا طبعا تعاون مع كل المحافظين علشان ان يكون عندنا تواجد في الاماكن الاكثر احتياجا. يعني واحنا بنتكلم النهارده يا استاذ عزه، احنا بدانا المبادره دي واطلقت يوم 26/6 النهارده 9، بنتكلم على 15 يوم عشان دليل ان الاماكن اللي احنا غطيناها في كل جمهوريه مصر يعني في كل المحافظات احنا شفنا حوالي 5,213,000 مواطن في 15 يوم. 5 مليون في 15 يوم؟ معدل اليومي بتاعنا بيوصل ل 440 و430 الف حاله يوميا. ده معناه ان احنا يعني معدلات الاتاحه اللي احنا بنوصل لها في كل الخدمات كبيره، كنت اكلمك عنها بعد كده، لكن ده معناه ان احنا يعني مستهدفين القرى الاكثر احتياجا، الفقر، النجوع، واحنا الحقيقه بنطمئن على الكلام ده من خلال جولاتنا ومن خلال تقارير بتجيلنا بشكل يومي، وبنعرض على سياده الرئيس تقارير شبه اسبوعيه علشان يطمئن بنفسه على معدلات الانجاز طبقا للمستهدفات الموضوعه. نعم نعم. طيب سياده الوزير، الناس النهارده ممكن تقول ايه الفرق بين المبادره دي وبين المبادرات الرئاسيه اللي فاتت؟ هل دي متابعه للناس اللي ما لحقتش المبادرات اللي قبل كده؟ هل دي بتقدم خدمات مختلفه؟ هل دي نقدر نقول في شيء امراض جديده بتتابعها؟ محتاجين برضو نقول للناس كل التفاصيل علشان المجهود كبير الحقيقه اللي بيبذل. طبعا احنا يعني من خلال تواجدنا في الوحدات الرعايه الاساسيه والمستشفيات احنا كنا مفعلين كل المبادرات اللي بحكي لحضرتك عليها. يمكن الجديد في المبادره دي تحديدا ان احنا عندنا يعني اسطول ضخم من العيادات المتنقله ومن القوافل العلاجيه اللي احنا بنحركها عشان تروح تقف في الشوارع وتقف في التجمعات السكانيه الكبيره اللي هي ممكن تكون تبعد قليلا عن المواطن في ان هو يصل الى المبادرات. لكن السؤال اذا كان هل احنا بنشتغل على صحه المراه وبنشتغل على في الولاده وبنشتغل على الكشف المبكر عن ضعف السمع عن امراض معينه بالضبط، كل الامراض الغير ساريه، الامراض المزمنه، صحه الام والجنين، فحص الزواج، فحص الاورام اللي احنا بداناها من حوالي 3 أسابيع الخاصه باورام السرطان الرئه والقولون، دي مهمه قوي هنتكلم عنها. ايوه فكل الخدمات دي انا عايز اقول لك ان تكثيف الاجراءات دي اللي احنا بنعملها بتوصلنا مثلا ان احنا في ال 15 يوم دول وصلنا لكشف السمع بس 37,000، 373,000 في الامراض المزمنه، الام والجنين 31,000، احنا بنوصل لارقام كبيره جدا في وقت قليل جدا، وده اللي احنا مستهدفينه ان الناس اللي كانوا معانا ومتسجلين علينا في كل المبادرات ال 14 اللي فاتت احنا بنضيف عليهم. لكن الحقيقه بقى الحلو اللي ينفعك وانت طبعا دايما مهتمه بالحاجات دي ان احنا من خلال كشفنا او تنقلنا على المحافظات الناس حاجه مش كشف مش بس يعني تفكر الامراض لكن محتاجه على بقى عقل. يعني احنا طلعنا قرارات العلاج على فرقه الدوله خلال ال 15 يوم دول 94,332 قرار، 94,000 94 مواطن كان محتاج، عفوا 94,000 مواطن كان محتاج يتعالج طبعا على نفقه الدوله يطلع لهم قرار. اذا لما بنتحرك معانا المجالس الطبيه المتخصصه علشان ناخد المواطن اللي اكتشفنا في العلاج او في الكشف ان هو محتاج عمليه ايا كانت صغيره او كبيره نتحرك معاه علشان نوديه المستشفى ونعملنا ونطلع له القرار. حتى وقت الانتظار النهارده في قراراتها وصلنا في ال 15 يوم الى 14,237 قرار، 14,000 واحد في ال 11 اجراء بقوام الانتظار. يبقى انا مش مجرد بعمل مسوحات او ان انا بعمل كشف مبكر او بعالج
امراض بسيطه ممكن تكون واحنا بنلف بنلاقي طفل تعبان، الام مشكله معينه. لا مش بالصدفه الشغل، لا بنكتشف حتى امراض المزمنه، السكر، الضغط، بنديله العلاج، بناخد تليفوناته، نبتدي نكلمه بعد كده. على فكره اقتصاديات الصحه يا استاذ عزه بتقول ان كل جنيه بنصرفه دلوقتي ممكن يوفر لينا ما يقرب من 15 جنيه اذا احنا ما عملناش كده. ليه؟ لان المريض اللي عنده سكر او عنده ضغط وما تعالجش بدري ده هيدخلني في مضاعفات ممكن تصل الى فقدان كثير من الوظائف الحيويه اللي تكلفتها اكيد على الدوله اكتر بكتير من تكلفتها واحنا بنعملها دلوقتي. نعم ايوه. طيب لقينا امراض ممكن تكون نادرة مثلا ولا تبقى اولا انا يعني وحضرتك بتحكي لي يا سيادة الوزير متخيلة ان احنا بقى عندنا هذه القوافل الطبية العظيمة بكل الخدمات بكل الامكانيات بكل الكوادر الطبية والصحية بشكل عام بقت خلاص عندنا جاهزة، اصل ده شغل ومنظومة. بص يا عزة خلينا، ويمكن سيادة الرئيس قال اكتر من مرة أيوة. احنا لازلنا اللي بنعمله ده هنعمله في ظل امكانياتنا، لكن تيجي تقولي لي هل احنا ممكن يكون بنعمل اللي بنعمله ده يبقى افضل واكبر واحسن 100 مره من اللي بنعمله ده؟ طبعا لو الامكانيات الماديه متاحه، لكن المؤكد ان احنا في ظل الامكانيات المتاحه المجهود اللي بيتعمل من خلال الدوله المصريه ومن خلال متابعه سياده الرئيس وتكليفه لوزاره الصحه لهذا الملف تحديدا اللي خلانا نطلع من ميزانيتنا ما يقرب من 700% من مقارنه بسنه 2014 بس. طبعا ده معناه ايه؟ معناه ان احنا الامكانيات اللي الدوله المصريه معاها ما بتدخلش على مشروعات الصحه زيها زي اي مشروع قومي تاني حضرتك بتسمعي عنه. واللي هو المشروعات الكبيره الضخمه. لكن ما فيش شك ان احنا ما هو صحه الانسان هو مشروع قومي ايضا اكيد، لكن احنا طبعا لو امكانياتنا مضاعفه عن كده هنقدر ان احنا نتحرك في منظومه التامين الصحي اسرع طبعا، هنقدر ان احنا نطور من هنقدر ندي الاطباء اللي هم العنصر الاساسي هم والتبريد والفنيين العاملين في هذا المجال نقدر نعوضهم بالتعويض الكافي المادي اللي هو متاح. فاحنا لازم نبقى واقعيين طبعا، بنعمل مجهود 10 اضعاف الطبيعي علشان نقدر نحول الامكانيات المتاحه معانا اللي في ايدينا الى نتائج على الارض يستطيع ان هي تعمل فرق في صحه المواطن. لكن طول ما احنا بنتحسن ان شاء الله في المستقبل كل ما كمان المنظومه تتحسن اكتر. طيب سيادة الوزير في الـ مع هذه الحمله اكتشفتوا انه في ناس او مرضى محتاجه تدخل مستشفيات فورا، تعملوا ايه؟ ما هو احنا طبعا اثناء واحنا بنشتغل زي ما انت قلتي لي هو المبادرة، بس احنا كمان بنشوف التطعيمات، يعني اي واحد طفل ما طعمش يكون مطعم، ودي حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا. 2.6 مليون طفل تم مناظرتهم للتطعيمات. عيادات تنظيم الاسره، ما احنا برضو احنا معنيين جدا بالقضيه الفنيه، فبنحاول من خلال بقى الزيارات المنزليه للرائدات الريفيات او المثقفات اللي معانا نقدر ان احنا نعمل زيارات نطور في عمليه التثقيف الخاص بتنظيم الاسره. ايوه. وطبعا اللي محتاج على طول يبقى اذا يا اما بنحل له مشكلته فورا سواء موجود في الشارع او في الوحده الصحيه او في المستشفى، او ان احنا بنصل الى مرحله ان احنا محتاج قلب مفتوح او محتاج عمليه زراعه كلى او محتاج عمليه تركيب صمام او طب يعني الحالات دي بتعملوا فيها ايه لما بتعطروا فيها؟ على طول بنبتدي نتحرك زي ما قلت حضرتك، احنا الحاله عندنا في المستشفى بنحوله على المستشفى، والمستشفى تبتدي تاخد الاجراء لاصدار قرار على نفخ الدوله اللي انا قلت لحضرتك عليهم 94,000 قرار اللي طلعوا، ويبتدي هنا المواطن يبقى موجود في مكانه يبتدي له القرار يتم الاجراء الجراحي دون تكلفه. على فكره اللي انا بقوله ده كله بالمجان، يعني لا يوجد تحمل سواء في العلاج او في الكشف ايا كان صعوبته ان يبقى في اي تكلفه على المواطن. طبعا ممكن يكون في بعض الاجراءات متاخره عن اجراءات ثانيه، لكن المؤكد ان احنا بناخده الى المرحله اللي هو نحل المشكله فيها. يبقى المواطن هنا ما بيتكلفش اي حاجه سواء لكشف او تحاليل او تطعيمات او اي ولا حتى علاج أبداً. طب ايه المطلوب من المواطن فقط يا سيادة الوزير؟ ولا حاجه، يستغل المبادره بتاعتنا طبعا. عندنا خط ساخن اللي هو 15-335 لو عايز يستفسر على حملة 100 يوم صحة. وعندنا طبعا موقع الكتروني اللي هو www.100millionsaha.eg ده، واحنا يعني لو حضرتك بصيتي في الراديو
او في التلفزيون وسمعتي في الراديو وبصيتي على طول كل الوقت التواصل الاجتماعي طبعا هتلاقي على طول المبادره دي موجوده في تكثيف. صحيح. واحنا بنتنقل يعني بنقعد مثلا في الحي ده اربع خمس ايام او اسبوع، وقريبا جدا هنعلن على الموقع الرسمي للوزاره اللي في كل محافظه احنا موجودين فين لمده المتبقي من ال 100 يوم، بحيث ان المواطن اللي ما لحقش في الحي ده نقول له مراكز التواجد لحضراتكم. بالظبط كده، علشان يبقى موجوده وميسره على ان الخريطه تبقى كل واحد في نطاق محافظته او القريه بتاعته عارف احنا تبقى متواجدين فيه. كل اللي عايز فقط بمطلوب منه الرقم القومي بتاعه او يبقى مع بطاقته يعني. صحيح، هو ده المطلوب وبنسجله وبناخد وسيله التواصل معاه بنعمل له الكشف ونعمل له التحاليل اذا تاج وبعدين نبتدي في اجراءات العلاج. ومش بس كده، يعني انا مدي كمان برضو تعليمات ان نبتدي نتابع الناس. خلي بالك احنا المواطن بسيط، ممكن يعني انا شفت وانا في اثناء جولاتي مواطنين ممكن يكون عنده سكر او عنده ضغط او عنده اي مرض مزمن وهو يعني طول ما بيقول لك انا حاسس ان انا كويس واقف على رجلي فما بيتابعش. يعني هو بيقيس الموضوع بقدرته على انه قادر يمشي. فطبعا ده خطا شائع جدا وخطا شائع في مصر تحديدا، مع انه الدواء بنوفره له بالمجان والكشف واعاده الكشف بالمجان. فنقول لهم بس احنا بنتابع مع الناس، يعني اللي ما جاش لوحده او اللي ما جاش يكمل في المستشفى بنحاول. دي طبعا صعبه مش سهله ان احنا نتصل حتى تليفونيا نحسه على ان هو هيجي العلاج. احنا بنقول ان احنا بنحاول نبقى وزاره للاصحاء وليس وزاره للمرضى. نحاول. الله، حلو السلوجن يعني ده. يعني خلينا دايما عايزين نوصل لهذه المرحله. هي اسمها وزاره الصحه، يعني لازم يكون عندنا مبدا الصحه هو الهدف الاساسي والسيطره او الفوكس بتاعنا او التركيز بتاعنا على الانسان. لازم نسميها يعني بيشنت سنترد سيرفيسز، او ان احنا الخدمات كلها تبقى متوجهه ناحيه الشخص لمحاوله ان هو يصل الى حد الصحه افضل من ان اصل الى المرض وعاله. نعم. طيب سيادة الوزير، فيما يتعلق بمبادرة الأمراض السرطانية، هل في خطوات بتحصل؟ هل في تأخير؟ خليني أبقى واضحة مع حضرتك كالمعتاد سيادة الوزير، هل عندنا نقص في الأدوية خاصة ببعض الأمراض؟ ما فيش كلام، يعني خلي بالك ان في ظل الازمه الاقتصاديه العالميه وسياسه الامداد اللي هي متاثره، اكيد بيبقى فيه من وقت للتاني بعض النواقص سواء في المستلزمات او المستهلكات، وده شيء طبيعي ان هو يحدث يعني. لكن المؤكد ان يمكن مصر من خلال الصناعات الدوائيه اللي فيها، وده طبعا بان وقت الكورونا، ان احنا يعني عندنا شبه اكتفاء ذاتي فيما يقرب من 95% من الادويه الشائعه الاستخدام. كمصر السكر والضغط والحاجات المسكنات والمضادات الحيويه وما شابه ذلك. طبعا هيتبقى في بعض الادويه ان العالم كله ما بيصنعهاش الا في ما ندري، يعني زي ادويه الاورام والادويه الموجهه طبعا والادويه البيولوجيه، ودي احنا حريصين جدا ان من خلال الحقيقه دوله رئيس مجلس الوزراء وتكليفات الرئيس ان يكون الادويه والقطاع الصحي لا يتاثر باي ازمات بالعمله الصعبه. فبالتالي احنا على دوام التنسيق، وده من خلال يمكن عاد شبه اسبوعيه علشان نقف عند توفير البنك المركزي للاحتياجات الفعليه لقطاع الدواء وقطاع الصحه باهميه لا تقل عن الغذاء والقمح والبترول والغاز. طبعا في اولويات، في نفس الاولويات، في نفس درجه الاولويات، استطيع اقول انها من الاهميه بمكان انها تكون على راس الاولويات، وهذا ما تم تأكيده أكثر من مرة من خلال دولة الرئيس ومن خلال محافظ البنك المركزي. الحقيقة كنا في اجتماع معاه من حوالي أربع خمس أيام وأكد لينا أن كل احتياجات وزارة الصحة سيتم أو بيتم بالفعل التعامل معها كأولويات قصوى. لكن تيجي تقولي لي أن في دواء خاص الغدة ناقص في السوق، المشكلة أن الناس دايما بتتصور أن الدواء لو ما كانش الاسم ده موجود يبقى ده هيأثر على علاجي. عندنا مشكلة في العلم، في الاسم العلمي، في المادة الفعالة. العالم كله بيمشي على المادة الفعالة. المادة يعني الفعالة. خارجيا الطبيب مش مصرح له بشكل رسمي انه يكتب شركة معاها، والا ده يعتبر يعني في تضارب مصالح. دقيقة. عندنا بس في مصر الثقافة دي يا ست لوزي. وده بينتقل الحقيقة إلى المرضى، فلما بيلاقوا إن الدواء اللي هو متعود عليه نقص، ومع ان احنا عندنا اربع او خمس انواع تانية من المنتجات المصرية الفعالة جدا، لكن دايما هو مستريح على النوع ده. فاذا اكيد او لانه الدكتور كاتبه له.
اكيد في بعض التحديات خاصه في بعض ببعض الادويه ولها بدائل احنا بنتعامل معاها، وبعض المستلزمات والمستهلكات اللي ساعات تتاخر شويه، ولكن في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها كلنا ده شيء طبيعي ان احنا نتعامل معاه. لكن الحقيقه من خلال هيئه الشراء وهيئه الدواء ومجلس الوزراء والبنك المركزي احنا دائمين على التواصل حتى نستطيع ان ما يكونش في اي حاجه مؤثره على صحتنا. تمام، انا بشكر حضرتك فندم، شكرا جزيلا. وقبل ما اقفل معاك سيادة الوزير واشكرك، هل في جديد فيما يتعلق بالتامين الصحي الشامل؟ اخد من حضرتك انفراد كده. ماشي بمعدلات زي ما احنا عايزين، والحمد لله احنا عندنا توجيه ان المرحله الثانيه نبتدي نعلن عنها خلال الفتره اللي جايه بعد الانتهاء من الدراسات الاكتواريه علشان نشوف المحافظات المرحله الثانيه والمرحله الثالثه. لكن اكيد ان ما تم من في المرحله الاولى ومن خلال متابعتنا الحقيقه محقق يعني كل اللي احنا نتمناه، ودي مرحله مهمه جدا لان طبعا التجربه في اولها مهم انها تنجح، مهم ان احنا نتعلم فيها وبنطور فيها شغال. مفيش كلام، التحدي الكبير لما نروح محافظات ذات اعداد كثيفه، وده اللي احنا بنستعد له. طب تمام، قريبا هيتم الاعلان ان شاء الله. ان شاء الله، بشكرك فندم، شكرا جزيلا. بشكرك سيادة الوزير خالد عبد الغفار وزير الصحه. قبل اطلع الهواء على طول لقيت خبر انه هو المفروض ده من يوم الجمعه، بس يعني تم نشره، انه الجيش الامريكي اعلن عن مقتل زعيم تنظيم داعش اسمه ابو اسامه المهاجر، هو في شرق سوريا. وعارفين جابوه ازاي؟ جابوه بطياره، يعني عملية. الموضوع تم من يومين زي ما بقول لحضراتكم، لكن تم الإعلان عنه النهاردة. واحد لما بيقرأ أخبار زي دي بيفتكر على طول، وأنا أتمنى أن حضراتكم كمان يعني تسترجعوا كده اللي فات، أنه مصر أول دولة كلمت البلد دي عن خطر الإرهاب، والبلد دي أول دولة تكلمت عن خطر داعش. كانت دول كتيرة بما فيها دول عظمى كانتش يعني مرحبة بالكلام ده قوي، أو كانت شايفة إنه يعني الكلام ده بزيادة مش زي ما مصر بتتكلم. لكن مع الوقت ومع السنين ومع إنه الإرهاب مفيش بلد في العالم ما طلهوش، ابتدى العالم يعرف إن مصر كانت على حق، كانت بتتكلم جد. مين أبو أسامة وليه استهدفوا ابو اسامه المهاجر ده تحديدا؟ تفاصيل كلها هنلاقيها عند الاستاذ ماهر فرغلي، خبير في شؤون الحركات الارهابيه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بيك فندم. اهلا بيك يا مدام عاشور. انا اصلي كل ما بقرا خبر من دول افتكر على طول فكر مصر دوله الوحيده، اول دوله في العالم اتكلمت عن خطر الارهاب وخطر داعش، ودلوقتي بس العالم كله يعني خلاص عارف ان مصر كانت بتتكلم صح. مين اسامه؟ مين ابو اسامه؟ مصر طبعا زي ما حضرتك تفضلي مرت بثلاث مراحل في موضوع مكافحه الارهاب العنيف. نعم. يعني المرحله الاولى اللي هي اعقبت عزل الجماعه الاخوان الارهابيه من الحكم، ودي من دي كانت اخطر واهم مرحله استاذ طبعا ميرا. كانت مصر واقفه في الموقف ده، في موقف بتدافع عن وحده الدوله. ايوه. وان هي ما توديش الدوله ناحيه الفوضى. ايوه. وتكون بؤر التوتر للعالم كله زي ما دول حوالينا وصلت للمرحله دي. وانتقلت مصر في عام 2018 من هذه المرحله الى مرحله الهجوم بقى على الارهاب. ايوه. انتقلنا الدفاع للهجوم بالعمليه الشامله في 2018. لو مصر ما كانتش بتحارب الارهاب جوه مصر، كانت بتحارب الارهاب جوه مصر وللعالم. طبعا، فاحنا من 2018 ل 2022 نجحنا في التفكيك، وممكن بكل وضوح وبكل ثقه وبكل صراحه اعلنت سيناء خاليه من الارهاب. نعم. وعلنت مصر خاليه من الارهاب. نعم. بكل وضوح. جه دلوقتي احنا في المرحله الثالثه. المرحله اللي هي مصر انتقلت فيها من الدفاع عن ذاتها الى الدفاع ومكافحه الارهاب في العالم وفي الاقليم. ايوه. يعني النهارده امبارح كان او اول امس كان مصر بتقدم للنيجر معدات واسلحه في بيان
واعلامي من المتحدث وواضح طبعا نعم. ان مصر بتكافح الارهاب في دول الساحل والصحراء في افريقيا. أي. مصر بتقدم دعم لوجستي بمعلوماتي وخبراتها في مكافحه الارهاب للعالم كله دلوقتي. النهارده العالم بيستفيد من التجربه، بيستفيد ازاي مصر، عايز يعرف ازاي مصر اتعاملت مع طبعا. هذا الملف. نعم طبعا. وابو اسامه المهاجر، بالنسبه لابو اسامه المهاجر هو الولايات المتحده الامريكيه بتتكلم على انها قتلته من 48 ساعة وبعدين هي لم تعلن عن اسمه، لكن حتى هذه اللحظة هو مش معروف مين بالضبط أبو أسامة المهاجر. احنا عندنا كلمة المهاجر بتعني أنه من غير الجنسية السورية أو العراقية، يعني من غير البلد اللي هو اتضرب فيها. طبعا ولا غير يعني أبو أسامة المهاجر يعني هو جاي من دولة خارج سوريا والعراق، خارج المنطقة خارج الدولتين المركزية دول تحديدا داعش. اوكي تمام. يعني فضل. المنطقة المركزية لتنظيم داعش لما بيجي واحد مهم. يهاجر لهم بيبقى اسمه المهاجر، ابو احمد المهاجر، ابو اسامه المهاجر، قد يكون غير. مصري سوري لما بيجي يقولوا ابو مثلا ابو اسامه الجزراوي معناه انه من الجزيره العربيه. اوكي، دوله من دول الجزيره العربيه. تمام. فهو المهاجر بقى يبقى ده من دول اخرى يعني غير هذه الدول. ف يعني ده احنا نقدر نتكلم عن المساحه دي، لكن هو اسمه مين لا اقدر اقوله، انه نائب، هم اعلنوا انه هو والي سوريا. والي سوريا في التنظيم داعش معناه انه الرجل الثاني في التنظيم. يعني والي سوريا انه الرجل الثاني في التنظيم. عندنا والي العراق والي سوريا ولايات رئيسيه في المنطقه المركزيه لتنظيم داعش، لكن في النهايه هذا يؤشر، لان كان تركيا اعلنت من قبل انها قتلت ابو الحسين القرشي اللي هو زعيم داعش، ودي امريكا بتعلن مقتل الرجل الثاني، يعني معناه ان داعش في مركزها منهار. طيب. انها لا تستطيع. هل معنى كده انه داعش دي ليها كذا زعيم؟ هل معنى كده انه ولا كل دوله بتعلي على الثانيه وتقول انا اللي قتلت زعيم داعش؟ والله حتى في الحته دي مش يعني دايما الولايات المتحده الامريكيه بتختار توقيت معين في الحقيقة وتعلن فيه عن مقتل هذه التنظيمات. يعني بيبقى ليها هدف سياسي أكثر. أكيد. حتى احنا هنشوف في 2019 أعلنوا عن القبض على أبو أسامة المهاجر في اليمن، وبعدين النهاردة بيعلن عن مقتل أبو أسامة المهاجر في سوريا في 2023 في سوريا. يعني احنا مش عارف ما من فيهم أبو أسامة المهاجر. ما هو ده كان سؤالي لحضرتك. وهل هذا ابو اسامه المهاجر بتاع اليمن هو ابو اسامه المهاجر اللي اتقتل دلوقتي؟ طب ازاي كان تم القبض عليه قبل كده؟ لكن في النهايه هو داعش منهار في مركزه في البؤره الرئيسيه في سوريا والعراق، لكن هو بيتمدد ويتوسع للاسف الشديد جدا في افريقيا. يعني احنا النهارده بنتكلم دي نقله دي نقله جديده ولا ده نمو هو كان موجود ولكن المناخ هناك ساعد على نموه؟ المناخ ساعد، لانه احنا بنتكلم في افريقيا فيها قبليه، نمو ومشاكل في النمو الاقتصادي، مشاكل في الصراعات السياسيه. نعم. فيها مشكلات كثيره جدا ادت في النهايه الحدود المفتوحه، يعني ده مركز جديد في الدوله، ده مركز قبيله موجوده في نفس الدوله الثانيه ادت الى سهوله انتقال وسيوله حدوديه ادت الى تمدد هذا التنظيم. هذا التنظيم لان احنا نتحدث عن جزء من بوركينا فاسو بيعلن فيه اماره، جزء من تنظيم القاعده واخد تلت دوله الصومال بيعلن فيها في شرق الصومال بيعلن فيها اماره، عندنا في بحيره تشاد اكثر من 20 تنظيم مسيطر على عامل ارهاب يومي بشكل يومي، موزمبيق وافريقيا الوسطى. والمشكله ان القوات الفرنسيه بتنسحب بضغوط افريقيه سياسيه وبتحل مكانها فاغنر، وهناك صراع على مناجم والموانئ ومناجم الذهب ما بين هذه التنظيمات وما بين فاغنر. ايه العلاقه ما بينهم؟ علاقة كبيرة جدا، لأن هناك سياسة لهذه التنظيمات بالالتجاء للموانئ البحرية والسيطرة على المناجم اللي هي موجودة في أفريقيا. ففاغنر برضو راح هناك حول المناجم متواجدة في أفريقيا الوسطى، موجودة الآن في السودان، موجودة في ليبيا. ففي صراع كبير جدا ما بين الجماعات مع فاغنر، وده مدي مساحة لتمدد وتوسع الإرهاب في قارة أفريقيا للأسف الشديد. هيستمر الصراع ولكن مش هيلتقوا. مش هيلتقوا ابدا، لكن طبعا لانه دي مصالح ودي مصالح اخرى. طبعا، لان الدول الافريقيه مستعينه بفاغنر لمكافحه الارهاب لتحل محل القوات الفرنسيه. ايوه. والولايات المتحده الامريكيه بترفض ده،
ففي صراع يعني دولي واقليمي في ذات الوقت داخل افريقيا مؤدي في النهايه الى تمدد هذه التنظيمات عندنا في دول الساحل والصحراء. الان نحن نتحدث عن تنظيمات مسيطره بشكل تام على هذه الدول للاسف الشديد. مين بيصنع كل هؤلاء الشياطين؟ بتصنعهم اشياء كثيره جدا، بتصنعهم السياسه احيانا في احيان كثيره جدا ان دول تستخدمهم وتوظفهم، وبتستخدم الارهاب في الفوضى وصناعه الفوضى للسيطره على هذه الدول. وده اتضح حدينا، شفناه في سوريا وشفناه في دول كثيره جدا. وفي ليبيا جنبنا، يعني صناعه الميليشيات للسيطره وللفوضى ولاستخدامها في السياسه. اثنين، بتصنعهم عمليات ظاهره الثروه وعدم تقسيمها تقسيم عادل، ظاهره الطائفيه والصراع الطائفي والصراع القبلي والصراع على الاقتصاد وعلى المناجم وغيره، بتصنعها اشياء كثيره جدا. لكن الجزء الاكبر للاسف في داعش، ما صنع داعش اكبر واعطاها دور هو السياسه. تتوقع صعود بعيدا عن افريقيا، صعود ونمو اكتر لداعش ام انهيار؟ في افريقيا وفي وسط اسيا ممكن يكون صعود، لكن في دولنا العربيه انهيار للتنظيم في مركزه. بنيت على اساس ايه الانهيار؟ لان لدينا حكومات مركزيه بدات المشكله السوريه تحل. والدور المصري كان دور رائع في هذه المساله. وفي ليبيا ايضا هناك حلول باذن الله تكون قريبه. فاحنا عندنا في الدول العربيه حكومات مركزيه قويه، عندنا تحالفات اقليميه قويه، عندنا رباعي عربي، وعندنا دوله بحجم مصر لها وجود. فاحنا بنتكلم عن الجزائر ومصر والسعوديه وغيرها من هذه الدول لها دور كبير جدا. فصعب جدا وجود هذه التنظيمات في وجود هذه الحكومات والاجهزه الامنيه القويه والكبيره اللي لديها خبرات في دوله مثلا زي مصر او الجزائر. فلكن بالنسبه للدول الافريقيه لا، في مشاكل وفي عدم تنسيق، ولا توجد استراتيجيه واحده لمكافحه الارهاب، وفي تغذيه للصراعات ايضا. طبعا، وفي تغذيه للصراعات. النهارده في كينيا في مشاكل، في الصومال، في موزمبيق، يعني داعش منتشر جدا. في مشاكل في افريقيا كبيره جدا. تمام، بشكرك استاذ ماهر، بشكرك فندم، شكرا جزيلا، شكرا. طب معلش انا اعتذر بقى عن المداخلات الباقيه ولا ايه، علشان نستفيد من مهندس علاء السقطي. دوري يا شباب، ايه الاخبار؟ هل نطلع علشان نستفيد من المهندس علاء السقطي ونتلقى تليفوناتكم ورسائلكم، وازاي لو شاب او مجموعه من الشباب اصدقاء قرايب بتجمعهم فكره ازاي يعملوا مشروع، عايزين نساعد بعض، عايزين نقف جنب بعض، عايزين نطرح افكار، عايزين الشباب تسال واحنا نجاوب، عايزين نعمل حاجات كتيره قوي قوي الفتره دي والفتره اللي جايه ان شاء الله. هطلع فاصل، بعد الفاصل هيشرفني مهندس علاء السقطي، انتظروا. معك فلوس، معك مبلغ معين، هتاخد قرض، اصحابك معهم فلوس، عندك فكرة نفسك تحققها، عندك هدف نفسك تحققه او نفسك طبعا. طيب، حتى لو ما معكش فلوس ينفع تبدأ؟ كل دي اسئلة مهمة انه حضراتكم تسمعوا اجابتها. خليني ارحب بمهندس علاء السقطي، اهلا بيك. اهلا وسهلا. ينفع يبقى معايا كام، ابني او بنتي يبقى معاهم كام فلوس عشان يعملوا مشروع؟ ابدأ بكام؟ وعايزين كلام واقعي وكلام منطقي وكلام على الارض. طيب اقول لحضرتك حاجة. قول. انا مش هتكلم على حاجة مش حقيقية، انا هكلمك على حاجة واقعية. طبعا. انا راجل اتخرجت من هندسة عين شمس. بس هتكلمني على اللي فات مختلف. لا لا مش مختلف، صدقيني. طيب. هو نماذج مكررة في تاريخنا، بس انا عشان اكلمك على نموذج حصل وانا عشته. انا كنت شغال مهندس شركه، اتعينت الاول معيد في الكليه. لقيت مرتب الكليه ده ما ينفعش خلاص. تمام.
فاشتغلت بشركه اسمها زيروكس، كانت اياميها زيروكس دي كانت من الحاجات الضخمه جدا. اتعلمت هناك سنه سنتين وقررت ان اعمل مشروع. رحت اجرت ورشه في العاشر من رمضان كان 120 متر. عملت فيها المشروع. المشروع ده النهارده بعد 20 سنه بقى كام مصنع في مصر وبره مصر. فاذا النهارده انا على فكره من عيله يعني ما اقدرش اقول انها فقيره، بس عيله عاديه. طيب يبقى معنى كده انه مش لازم يبقى معايا فلوس لكن عندي الرغبه. برافو عليكي. عارفه الاجانب لما بيجوا يعملوا أيوة. مشروع في مصر او يستوردوا حاجه من مصر اول شرط في شروط الابلكيشن عشان ده يقول له ايه؟ عنده الويلنج انه يتعامل معانا، يعني عنده الرغبه. خدت بالك؟ عنده الرغبه والاصرار. هل انا في حياتي دي ما وقعتش 100 مره؟ لا وقعت. مفيش حد ما وقعش 100%. يبقى نمره واحد، يبقى انت مش بتسخن على الفاضي. لا دي المشكله اللي قلتيها بالظبط كده. عارفه بيجي لنا ايه؟ ناس يجي يقول لك ايه؟ انا عايز اعمل اكس اي منتج شامبر نضاره. طيب يا سيدي حلو جدا، احنا فعلا بنستورد شنابر نضاره كل انواع. طيب تعرف ايه عن شامبر النضاره؟ يقول لك والله واحد صاحبي قال لي. لا هنقف هنا بقى. يلا بقى نبدا. يلا بقى نبدا مع الناس ونقول للشباب والشابات، والموضوع مرتبط بسن الاول. نهائي. خالص. مرتبط زي ما حضرتك قلت كده، مرتبط بالرغبه. ايه الشروط علشان ابدا معاك مشروع وليكن ابدا؟ فكره ابدا ومبادره ابدا. ايش عايز مني؟ يكون عندك فكره، يكون عندك موضوع. موضوع ده معناها ايه؟ خدي بالك النهارده الدنيا بقت صغيره قوي، انا اقدر اخش على الانترنت النهارده اقدر اعرف اي منتج بيتصنع ازاي، واقدر احدد المكنه بتاعته بتيجي منين، واقدر احدد سعرها. مش الكلام ده سهل قوي؟ الشباب اللي عندنا ده كله طبعا طبعا، ده العيال اللي عندها 12 سنه النهارده بيعرف. بتعرف تخش على النت وتعرف تجيب الداتا اللي هي عايزاها اكتر مننا يمكن. صحيح. زمان ما كانش عندنا التول دي او العده دي. أيوة. النهارده موجوده. أيوة. طيب انت ما انتش عارف النهارده مصر لو نزلت لفيت كده في السوق. انا لما رحت استثمر في اثيوبيا قول لي ابدا ازاي؟ نزلت الف في السوق اشوف السوبيا دي بتشتري ايه؟ قول لي ابدا ازاي؟ ينزل يلف يشوف. هيجد يكتشف ان كل اللي في السوق تقريبا بنستورده. تمام. من اول، ومصر اقولها، من اول البالونه لاستيك للمشط انت بتستورديه، الشامبر بتستورديه، الجراب بتستورديه، كل حاجه بتستورديها. خلاص؟ انا اي حاجه من دول. طيب. واخش على النت ابص. تمام. يجي تمام. يقول والله هيجي لك هو بايه؟ برؤيه واضحه، لان انا هساله. انت عايز تعمل شامبر نظاره. تمام. طب الشامبر نضاره ده عباره عن ايه؟ واحد اتنين تلاته مسمار وبلاستيكه ومش عارف ايه وكلام من ده. والمكنه بتاعتها ايه؟ يقول لي اهي. طب اشمعنى اخترت المكنه دي؟ ما اخترتش مكنه تانيه ليه؟ جاوبني. خلاص؟ طيب ناوي تعمل الكلام ده فين؟ فين؟ طبعا ما لازم اعرف اعمله فين؟ يقول لي والله انا نزلت شفت في العاشر ايجارات، ونزلت شفت في بني سويف ايجارات، ونزلت. طب اخترت بناء على ايه؟ اخترت بناء على كذا. ودي تفرق مع حضرتك فين؟ 100%. في ايه؟ يفرق في اللوجيك سينكينج، يفرق. الراجل ده مش بيقول لي اي كلام. لا دارس. دارس وفاهم وجاي وعارف هيعمل ايه. خدت بالك؟ طيب مين اللي بيستورد النضاره دي؟ يقول لي والله انا رحت الغرف التجاريه وسالت مين اللي بيستورد؟ قالوا لي فلان الفلاني. و مش عارف اوصل له. بص احنا هنوصل لفين بقى؟ طب يا سيدي حلو جدا جدا، انا هوصلك بيه. خلاص؟ ما احنا لينا علاقات بكل الغرف وكل المستوردين، هوصلك بيه. روح اقعد معاه وتعالى لي. راح واختفى. طب وجالي نماذج كتير جدا. احنا كده مش بنفسحه بالبلدي. لا. ليه الامور مش واحد اتنين تلاتة؟ ليه الامور ده اللي بيحصل دلوقتي مش نملة بقى. مش ابلكيشن في كذا في كذا. بص احنا برضه مش عايزين كعب داير. انت عايزة حاجة اسمها عايزين نسهل على الناس. عايزة ما هو لا معلش استاذنك بس في فرق النهاردة ما بين انك تعملي له دليل اجرائي، وده اللي بيتعمل دلوقتي فعلا، ده واقع بقى النهاردة بيتعمل. دي من توصيات المجلس الرئاسي ومن توصيات مجلس الوزراء. ليه؟ اللي يبقى فيه حاجة اسمها دليل الاستثمار. دليل الاستثمار ده بيوضح لك خطوات الاستثمار. من اول ما الرخصه للارض للمبنى كل ده هنلاقيه موجود فين؟ في دليل الاستثمار. يعني ادينا شهر واحد يبقى جاهز. شهر واحد يبقى جاهز. يبقى جاهز. مطلوب مني اوراق ايه؟ عشان تعملي شركه؟ ولا حاجه. صدقيني بص الموضوع النهارده. طب قول لي بس. ولا حاجه، انا مجرد النهارده انا معايا بطاقه شخصيه بروح اقول والله انا عايز اعمل شركه. تاني يوم هيطلع لي السجل والبطاقه، بقى عندي
حاجه رسميه اهي. خدت بالك؟ بناء عليها هقدر اشتغل. بس لازم بس يبقى عنده المكان. المكان ده سهل يتأجر، سهل انه يتعمل يا ستي مجازا في اي حته دلوقتي. تمام. خلاص؟ بس هي الفكره نفسها، انت عايز تعمل ايه؟ يجي واحد مثلا خريج حاجه طبيه، ايا يعني كان سواء ده الطبيب او معهد طبي او كلام من ده، ويجي يقول لك والله انا عايز اعمل كابل موبايل مثلا، وبيجي لنا نماذج زي كده. طب ليه؟ اصل انا لقيت اصحابي بيشتروا منه كتير. لا، ما الكلام اللي في الفسحه ده مش هو ده بالظبط كده. احنا بنتكلم عايزه تتكلم ناس جاده، يبقى هيجي النهارده يقول واحد اثنين ثلاثه شباب على رجلها، عايزين نقول له اعمل كذا. احنا برضو بنكلم شباب لا حلو يعني، مش شباب بعافيه يعني. اكيد. يجي يحدد هذا الكلام. الموضوع ما هوش سهل وماش صعب. او بلاش نقول مش سهل ومش صعب، هو مش سهل بس مش مستحيل. تمام. خدت بالك؟ تمام. ممكن تعمل هذا الكلام. بيطلب مني فلوس ايه؟ لو انا عايزه ابدا معاك مشروع وانا عارفه ان انا عايزه اجيب مكنه تطلع قماش، وانا عارف انا عايزه اعمل ايه، وعايزه اجي لك علشان ابدا معاك بفكره ابدا، مبادره لو معاك عقد ايجار المكان، انت ايجار. ايجار. خلاص؟ تمويل المكنه هقدر اجيبه لك من اي جهه تمويليه وليكن البنك ل 5% النهارده. لسه بقى كنت هسالك، هل ال 5% اتغيرت؟ لا ما اتغيرش. للمشروعات الصغيره شغاله زي ما هي. طيب. هل البنك هيديني قيمة المكنة؟ هيديكي قيمة المكنة. قيمة المكنة. كاملة. ليه موافقات معينة؟ شيء طبيعي ان انا في حاجة ما تسمى بقى دراسة الجدوى، دراسة الجدوى اللي هي بتقول ايه؟ انت هتبيع لمين؟ وهتنتج ازاي؟ وهتشتري الخامة من مين؟ يبقى معنى كده ان حضرتك طالب مني ان انا اسوق. لحظة. اضمن التسويق. مش مسألة اضمن التسويق. انت عارف مين الزبون؟ ما هو انا النهاردة اي سلعه اي حاجه في الدنيا بتنتج، نمره واحد احنا بندور على ايه؟ المستهلك. المستهلك طبعا. مش كده برضو؟ طبعا. لو انا ما عنديش مستهلك وانتجت ذهب ملوش لازمه. خلاص. اذا النهارده حضرتك بتحدد مين المستهلك. طبعا انا ما بطلبش منك انك تنزل السوق تلف المحلات وتقول انا عندي كذا هديه. لا، احنا المستهلك ده نعني بيه اللي هو الكي اللي هو المستورد. تمام. اللي هو بيوزع على هذا الكلام. هقول لك حاجه، نماذج بقى ناجحه لعب الاطفال. تم انشاء فعلا عده مصانع صغيره للعب الاطفال وشغاله. جودتها وامكانيات ايه؟ جودتها وامكانياتها لا يعني معلش استاذنك بس لما الصين، فاكره زمان لما كنا بنشتري حاجه صيني ونيجي نقول ايه؟ الصين لا صيني يعني خلاص. انت بتبداي النهارده قد يكون فعلا الجوده مش زي الجوده الاوروبيه مثلا، مش زي ما وصلتيش للمرحله، بس الصناعه زي اي حاجه في الدنيا تدريب وتاهيل وجوده وهكذا. ما تجيش النهارده انت ما عندكش اصلا بضاعه. هو انت النهارده لو انا عايز انزل اشتري لعبه ولا عروسه ولا بتاع لابني ولا عربيه صغيره ولا الكلام ده، شوف الاسعار النهارده بقت عامله ازاي. عندك مشكله فعلا في الاستيراد ودي حقيقه. طب خلاص، اذا النهارده اللي هينتج هيلاقي فيه سبيس، فيه اريا يقدر يسوق فيها. البنك بيديني كام من حق المكن او المشروع؟ بيديكي 100% من حق المكنه. بس اكمل لك. ايوه. طبعا كان ممكن من الوارد انك تيجي تقولي والله اللي جاي ده يعمل مشروع مش عايزين منه ولا مليم، وما هياش قضيه قوي. خلاص؟ بس لقينا حاجه سهله، حاجه بتقول ايه؟ ابو بلاش ده ما بيجيبش نتيجه قوي. يعني لازم الراجل ابو بلاش تقصد الفايده اللي هي 5%؟ لا، ابو بلاش اعني انه ما يدفعش ولا مليم. لا، لازم تدفع. لازم تحسسني ان انا شريكك. تمام. لازم تحسسني انت بذلت مجهود وجبت فكره وعايز تقول حاجه تعملها. صح. بس لازم تحسسني في نفس الوقت ان انت بذلت مجهود انك تدفع فلوس، حتى لو هذه الفلوس 25% من قيمه المشروع. ماشي. بس طلعت. طب هل المسائل مش محدده يا باشمهندس؟ بمعنى عايزين نتكلم كلام محدد. لا، ما هيش يعني محدده. البنك بيديله 100% من قيمه ممكن المشروع. ممكن يوصل اب تو 100%. تمام. للمكنه. تمام. خلاص. انما انت عندك بعد كده في خامات. ايوه. انت لازم تشتريها. بس تقول لي هتشتريها منين؟ ما انت مش تيجي تجيب المكنه واجي اقول لك فين الخامات، تقول لي والله معيش فلوس. مش هينفع. خدت بالك؟ لا، لازم يكون معاك عشان تعرف. تديني نماذج ناجحه كده عشان ندي الناس امل. نموذج لعب الاطفال تم انتاج فعلا عرايس غير لعب الاطفال. تم انتاج النهارده فعليا فرش الدهان والكلام ده. تم انتاج فعليا انتاج مصري، منتج محلي، محلي فرش دهانات الحيطان. طبعا انا مش عايز اقول، خدي بالك
اللي انت بتستورديه محتاج 100 مصنع صغير عشان يعمله. ايوه. فكون واحد النهارده عمله ولا اتنين ده مش معناه ان فرش الحيطان ولا كل ادوات الدهانات والكلام ده اتعملت، لا خالص يعني. مفهوم. خدتي بالك؟ أيوة. فانت محتاجه مثلا 100 واحد زي ده، 100 واحد زي ده، 100 واحد زي ده، بس في ناس بدات تشتغل. الشوز بتاع الجزم الكوتشي لو تتذكري زمان لما اتكلمنا عليها بدات ناس فعلا تنتج. الشباشب بدات ناس تنتج فعلا تنتج. كل الكلام ده بدات ناس كتير تنتج. ده واقع الامر. ايوه. غطى السوق؟ بالطبع لا. لا مفيش حاجه هتغطي السوق. خلاص؟ ولا 50% ولا 20% ولا 10%. ايوه. خدتي بالك؟ بس لازم تبدا وتعمل بقى. تمام. ما هي القضيه النهارده عايز اقول لك حاجه، انا سهل قوي اقعد اقول لك ايه؟ اصلي الدنيا واصلي. لا ده مفيش اسهل منه. مفيش اسهل منه. خلاص؟ وصعب جدا ان انا استراجل اكافح عشان اوصل للي انا عايزه، انا مش عايز ابقى رجل اعمال في الاخر. ولا انت النهارده عايز ايه؟ طيب الحكومه مفيش حكومه خلاص بنقول. مفيش الحكومه النهارده ما عندهاش استعداد تعين. لا وفكره ان الحكومه بابا وماما دي لا دي انتهت على العالم كله. الثقافه دي خلصت خلاص. فلازم تبدا النهارده، معلش القلم اللي حضرتك ماسكاه ده. بنستورده. طب خلاص. يعني اذا النهارده ما هو والنت النهارده ما بقاش هرجع اقول لك بس حاجه عشان ناس كده تقول لي اصلي بيقولوا ان التكلفه بتاعه المنتج المحلي اعلى من المستورد. حصل. ماشي. طب اذا كان ما فيش مستورد اساسا. دي نمره واحد. خلاص؟ نمره اتنين، انا راجل مهندس ميكانيكا انتاج تخصصي هذا الموضوع. مفيش حاجه اسمها المنتج المحلي الا في بعض الاجزاء اللي بتحتاج كم هائل من الانتاج. اذا كان انا بقول لك الورشه الصغيره بتعمل 1% ولا 0.5% محتاج السوق بكامل طاقتها، يعني امتى النهارده نقول المنتج ده غير اقتصادي؟ لما المصنع بينتج 10,000 وانا هنتج 1000. النهاردة وكانت بداية الكلام مع حضرتك كنا قبل العيد، وكانت فكرة الشباب اللي بسافروا بشكل غير رسمي وحصلت لهم المشكلة وكانوا دفعوا فلوس علشان ازاي يهاجروا. احنا نقول لشباب مصر لو انت لوحدك تقدر تعمل مشروع، ولو انت مجموعة مع بعض تقدروا تعملوا مشروع والحاجات دي ناجحة والحاجات دي بالفعل بتجيب فلوس. انا دائما وجهه نظري انجح مشروع لما يخش فيه 2-3 اصحاب. يا yeah. جدا جدا. مع ان المثل المصري يقول لك يغور الشرك ولو في الغد. لا 2-3 شراكه سليمه وكل واحد عنده تخصص وكل واحد يحط اللي معاه ويجمعه يعمل مشروع. الناس اللي سافرت دي وصرفت 150,000 ولا 200,000 خلاص، لو 3-4 منهم دول عملوا مشروع، جابوا مكنه وعملوا مشروع. هو ده الواقع اللي احنا فيه النهارده. عايز هتلاقي، هتتعب هتتعب، بس لازم يكون عندك اراده ولازم تقدر تكمل. اكتر المحافظات شبابا حريصين على فكره ان هو يبقى شاب منتج. بحري. بحري طبعا. بحري تلاقي نسبه البطاله فيها قليله قوي. برضو انا مش عايز اقول ايه عشان ما اظلمش ناحيه الجنوب يعني او شمال مصر في السابق الصعيد، بس المعلومه ما بتوصلش بصوره، ودي النقطه اللي كنا بنتناقش فيها. ده تقصير وقصور منين؟ وقصور من الجهاز الاداري في نقطه عايز اقول لك عليها. أيوة. هل تعلم مثلا ان احنا لما بنقعد كمجلس استشاري او كلام من ده وبنطلع شويه ايه توصيات للجهاز الاداري عبال ما توصل للموظف الصغير بتكون اتعكست. ايوه يعني مش نفس اللي احنا قلناه ده بيوصل. فوصلنا للموضوع. المواطن ذنبه ايه؟ ما احنا في النهايه انا فاهم طبعا. احنا دي مشكله يعني. ما هي دي نقطه احنا محتاجين نعالجها الفتره الجايه خاصه في محافظات الصعيد. انك لازم تعمل ما يسمى بالتيست اندرستاندينج للموظف. بمعنى ايه؟ ان المعلومه اللي انت بتقولها او الداتا اللي انت بتقولها دي لازم تتاكد ان الراجل الصغير ده اللي هو قاعد على مكتب اللي الشاب ده بيروح له او المواطن بيروح له ما يزهقوش ويما ادرك مفهوم الموضوع. هو مش عايز يزهقه. هو مش فاهم، هو مش مدرك اصلا الموضوع. انت قصدك ايه؟ ما عشان ده، عشان كده ده دورنا. طبعا ده دورنا. عشان كده لازم نقول للناس انه ولازم ما نبقاش طاردين، لازم نبقى جاذبين ومشجعين. والحقيقه لو انت بتتكلم على
أمور كتيرة جدا فهي طاردة وليست مشجعة، لكن في النهاية عندك شباب، عندك بطالة، عندك ناس محتاجة يتفتح لها أبواب رزق، ومحتاجة هي تفكر. قد يكون عندها أفكار مش عارفة تبدأ إزاي، قد يكون عايز يبدأ حياته من النهاردة رغم كل الغلا اللي موجود ده. حق كل شاب وكل شابة أنه يعيش، يفتح بيت، يعني يبقى عنده حياته، شيء طبيعي يبقى عنده حياته. أكتر الأماكن المحتاجة إيه؟ بمعنى هل عند حضراتكم خريطة انه مثلا احنا في محافظة القاهرة لا الدنيا مكتظة، لكن ياريت لو يروح بني سويف، ياريت يعني هل عندكم خرائط أكيد لمناطق ليها احتياجات، ولا المسألة شغالة على الشاطر يفرض نفسه؟ الاثنين شيء طبيعي ان الشاطر بيفرض نفسه، دي مؤكد يعني. انما طبعا لو جاي تتكلمي النهاردة انا زي ما بقول لحضرتك من القاهرة ففوق ما عندكش اي مشكله، ولا عندك بطاله على فكره، يعني عندك لا ازمه. لا يعني ايه ما عنديش بطاله؟ من اول القاهره في بحري ما عندكش تقريبا بطاله. ده يمكن رايك. لا معلش استاذنك بس في بطاله رسميه وفي بطاله غير رسميه. انا بعتبر النهارده السايس ده مش بطاله. تمام، انما غير مقيد. تمام خلاص. كل الناس دي شغاله. او اللي على الاقل اللي عايز يشتغل. خلاص. الجنوب هو اللي عنده مشكله من اول بقى بني سويف واسيوط وسوهاج وكل الكلام ده، لان اللي احنا بنقوله ده ما بيوصلهمش بصوره سريعه. الداتا اللي عندنا ما بتوصلهمش بصوره سريعه، ما عندكيش هناك زي يعني النهارده ممكن اي شاب يجي ابدا مثلا، او يجي جهاز المشروعات، او يجي يروح البنك، او 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 كله متركز في القاهره. ما فيش هناك اماكن لها تمام. صلاحيات تمام وتملك اتخاذ القرار. ما هي الناس كده معذوره طبعا. طبعا ما فيهاش كلام. ايوه اكتر الافكار اللي بتجي لكم هل هي افكار ليها علاقه بالاكل، ليها علاقه بالسوبر ماركت، من باب الـ من باب الاستسهال، ولا في افكار بالفعل ممكن تبقى السوق محتاجها والشباب ده لا طبعا رائع؟ طبعا في نسبه. خدي بالك برضو احنا عندنا مشكله ان الفتره السابقه دي كلها بقى في عقيده عند الناس حاجتين. نمره واحد الخدمات انها بتكسب بسرعه، سواء بقى كوافير ولا سوبر ماركت ولا كافيه ولا الكلام ده. خدمات بشكل عام بتكسب بسرعه فالناس كلها بصت لها. ايوه ماشي. أيوه. او ان اروح اجيب كونتينر من الصين واجي. صحيح. هذا الكلام اتزرع سنوات طويله في الناس. نعم. فكونك النهارده تغيري هذا الفكر من انك تبقى فكر انتاجي وليس استهلاكي ده بياخد وقت ومجهود. طيب. مفيش كلام. هل بس النهارده عايز اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. انا لا انصح ايا كان بقى اي حد بقى النهارده انه يخش في الفكر الاستهلاكي. طبعا احنا عندنا فائض استهلاكي طبعا بزياده جدا جدا جدا. لا ركز على الانتاجي. حتى النهارده لو في واحده عندها بيوتي سنتر او كلام من ده فكري ازاي الحاجات اللي بتستعمليها تجيبي مهندس يصنعها، انت ادرى منه. طيب. زي الطبيب لما بيجيب مهندس يصنع له. هل المكن بالاسعار بارتفاع الدولار كل الكلام ده لا 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 ولا ما هو ارتفاع سعر المكنه بالدولار يواجهه ارتفاع سعر المنتج بالدولار؟ هو انت بتشتري المكنه بالدولار والمنتج بالمصري؟ ما الاثنين لا فندم، اقصد هل الاسعار بطبيعتها غاليه نتيجه غلاء الدنيا كلها، هل في تحفيز، هل في حوافز، هل في تسهيل، يعني ما يبقاش غلاء وعقد، فاهم اقصد ايه؟ وكلكعه. تسهيل لاستيراد الماكينات هل تعني هذا؟ مثلا؟ طبعا 100%. انا النهارده لو عايز استورد مكنه غير لما استورد منتج، ما فيهاش جدال يعني. كتوفير عمله لو هذا ما تعنيه. طبعا البنك المركزي بيسهل تسهيل استيراد الماكينات، انما ما بيسهلش استيراد المنتجات. ايوه خدت بالك؟ أيوه. طبعا اسهل 100% سواء مكنه او قطع غيار او 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 طبعا اسهل. انا بقولش الموضوع عشان ما حدش يقول ايه لا الكلام ده، لا ما بقولش الموضوع مفتوح على الاخر، بس بقول ان استيراد الماكينات وقطع الغيار اسهل وله اولويه اولى عن استيراد المنتجات النهائيه. السؤال اللي يليه لو حضرتك بتسالي طيب انت عمال بتتكلم على الكلام ده، هل عندك فكره عن متوسط سعر الماكينات اللي تعمل هذه الاجزاء مثلا؟ مثلا سعر الماكينات بيتراوح مثلا من 8000 دولار لحد يعني 20000 دولار. فانت بتتكلمي لو حتى فرضنا الدولار باي رقم ايا كان يعني فده افوردبل. لا تقدر تعمله. هل في مكان في مصر، هل في مكان انا ما اعرفش انا بسالك، هل في مكان في مصر
ممكن الناس تبدا بيه لغايه ما مكان لمنتجات غير موجود غير لمنتجات موجوده. ايوه طبعا ده اللي اقصده. يعني النهارده لو جيت تقولي مثلا مكان نصنع بيه الكوبايه البلاستيك مثلا موجود طبعا موجود، بس انت بتدوري على مكنه لمنتج غير موجود، فالمكنه بالتبعيه مش موجوده. خدت بالك؟ ايوه. انما لو منتج موجود طبعا موجود. بس مش هي ده الهدف بتاعي. يعني انا اعرف مجموعه شباب وانا فخوره بيهم جدا الحقيقه، وبدا في اوضه يا جماعه كده تخيلوا، بس ما اعرفش طبعا سعرها دلوقتي وصل فين، وهو ربنا ما شاء الله كرمه. بدا بمكنه تعمل علب كراتين الهدايا. انا شفت ده وانا كنت بشجعهم قوي بشكل شخصي يعني، وجابوا لي العلب ووروها لي كراتين الهدايا طبعا. وعندهم سيزن بقى اللي هو عيد الحب وعيد الام ومش عارفه ايه والحاجات دي كلها. المكنه دي كانت اعتقد، بس طبعا قبل الدنيا ما تغلى، اعتقد كانت ب 15000 جنيه ولا حاجه، وكانت متوفره، ودلوقتي بقى عنده مكان. ده اللي انا بتكلم فيه، هل ينفع نبدا بحاجات متاحه يبدا الشباب ويبدا يشتغل ويبدا يدخل له فلوس وبعد كده الدنيا تكبر؟ في مكان موجود في مصر يشغل الدنيا؟ لا مفيش. يعني الافكار اللي انت بتتكلم عليها دي سواء العلب الهدايا والكلام ده، انا بدي مجرد فكره. لا لا لا، وده موجود وصح وشغال كويس قوي على فكره. بس لازم يكون اللي عمله ده تالنتد، راجل عنده الحس الفني. هو مش بيعمل صندوق، هو بيعمل حاجه شياكه عشان يبيعها، بس هي ما فيهاش ابداع، هي علبه زيها زي اي علبه. لا بس هي سنس. خدت بالك؟ يعني ما ينفعش النهارده بالظبط كده. احنا بنتكلم على واحد ما عندوش التالنت، مش واحد رسام. احنا بنتكلم على اللي عنده رغبه يا فندم. رغبه بالظبط. فاذا النهارده عشان اخش السوق يبقى افضل حاله ليا اخش في حاجه مش موجوده، ولا اخش في حاجه انافس بيها ناس تانية؟ لا. والا عارفه ان حصلت عندك ازمه النهارده موجوده في الماسكات. لما حصلت ازمه كورونا كل شعب مصر راح جاب مكان ماسكات. النهارده بيعمل ايه؟ راح مكان كوبايات الورق. النهارده بيعمل ايه؟ راح مكان شوك البلاستيك والكلام ده. النهارده بيعمل ايه؟ اذا النهارده المشكله هو عايز يعمل، عايز يعمل وعنده التالنت او عنده الرغبه. ما عندكوش ناس ولا في هذا القطاع الكبير ممكن تقعد مع الشباب وتوجههم؟ 100% طبعا، 100%. وتليفوني معاك حضرتك، كلميني في اي وقت، والاعداد اللي عندك كلمني في اي وقت، واي حد بيكلم. انا ناس بتجيلي خلاص، او بتيجي للناس للطقم اللي عندي ماشي بتكلمنا وبتيجي وبنقعد معاها مره واثنين وثلاثه. عايزين ناس، انا عايز اعرف بقى قبل ما اختم، بتقعدوا معاهم هم بيقولوا لكم ايه وانتوا بتقولوا لهم ايه؟ والله في ناس منهم عندها فكر فعلا. لا اللي عنده فكر تعمل. اللي عنده فكر مع احترامي عايز يقعد معاك عشان ينفذ. اللي عايز يعمل مشروع وما عندوش فكره، انت بتفيده في ايه؟ لستة كامله بديها له، بقول له اتفضل بص على الليسته دي فيها 500 600 جزء. اقعد بص عليها شوف انت تقدر يعني لو انت مثلا مهندس كهرباء او خلفيتك كهرباء وجيت قلت لي والله انا هعمل السوكت بتاع كذا. تمام. انت راجل بيفكر صح. ماشي. طب انا مهندس مدني وبفكر في مواد الدهانات. تمام. مواد الانشاءات. لا ده انا راجل بتاع زراعه بفكر في ادوات تولز الزراعه ايا كان. خدت بالك؟ فانت بتبص على الليسته، بتساعده، عندك لسته بتديها له طبعا ويشتغل عليها ويروح وانزل شوف. انا برضه مش هديك الليسته عشان تقراها وتتفرج عليها وتعلم لي علامتين ثلاثه على خمس ست اجزاء تقول لي هم دول. لا انا ببقى محتاج انك تنزل تبص وتنزل تشوف خلاص وتجيلي احس انك بذلت مجهود. تمام. ما هو معلش انا ما بتخلصش منك اجر. طيب انا ببذل مجهود معاك بس انتظر منك انك طبعا تبذل مقابل لهذا مجهود. طبعا. وفي الاخر لي سؤالي الاخير، لو تعثر تعثر بسبب عدم التزامه، ودي احنا بنقيسها لا نتيجه ظروف، لا ولا حاجه، بيتجدول مره واثنين وثلاثه. سمعتي الفتره الاخيره دي عن حد حصل له اي حاجه نتيجه انه اخذ قرض بتاع مشروعات صغيره وتعثر؟ حصل حاجه؟ لا. اي وحريصين جدا في الحته دي عشان ما نكررش تجربه قبل كده. بالظبط. يعني عشان كده بقول لو تعثرش ما بيحصلش. بشكرك باشمهندس علاء. اهلا وسهلا، شرفت بيك، بشكر حضراتكم، اشوفكم بكره على خير، مع تحياتي عزيزي مصطفى.